انتم راكم ولاد الدار صوت العداله من بين مؤسسين هذا المركز. فصوت العداله صوت اللي وصل بعيد وبدا من مركز دارنا. فاحنا كنشكروا المنبر ديالكم اللي هو منبر في مستوى وتنشكروه. وحنا فاتحين الباب دائما كما تنقول فاتحين الباب للمنابر الاعلاميه اللي هي سلطه رابعه، كنحتضنوا النساء الاطفال اللي كتلقاو في الشارع، فحنا كنستقبلهم عندكم. فهذا مجهودكم كبير كديروه حتى حنا كنكملوا معكم. اليوم انا جد فرحانه لان اليوم العالمي للتعاونيات، كان عندنا الحظ اننا نحضروا مع السيد العامل هنايا، لان من بعد ما كانوا عندنا نساء اللي كانوا في وضعيه صعبه واستفدوا من الايواء واستفدوا من المواكبه. اليوم وصلنا ما شاء الله لتاسيس 10 ديال التعاونيات من هذوك الناس وهذوك النساء اللي كانوا معنفات ونساء اللي كانوا في وضعيه صعبه والمتشردات. فاليوم المبادره كما تنسميها رافعه، فهي رفعات من مستوى هذيك المراه اللي كانت استغلت في واحد الوقت من طرف اشخاص، استغلت في الشارع، استغلت في البيوت، استغلت في في, في, في الشركات. فاليوم الحمد لله المراه ولات عندها مشروع ديالها خاص بها، مشروع ورشه كتمول من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وهنا غادي نقول لك انه انا جد فرحانه لان النتيجه اللي عطاوها هاد النساء ابهرتني والله العظيم. انا تفاجات لان النتيجه اللي وصلنا ليها بهاد مع هاد النساء فرحت لهم بزاف، لان كتشوفها كي كتخدم كل منتوج عندها، كل منتوج عندها عنده قصه، كتحكي القصه ديالها المعاناه ديالها في هذاك المنتوج اللي كتخدم. فالحمد لله اليوم كاين 10 ديال الورشات، وحده ديال الطبخ والحلويات، وحده ديال تطوير التمور، تعاونيه ديال الطرز على الكمبيوتر، تعاونيه ديال الطباعه، تعاونيه ديال البوطاطوس ديال لي فخيت اللي غتبقى مره اللي كتفرق لي فخيت بتخي بورتور، كذلك تعاونيه ديال الحلويات التقليديه يعني البلدي، وكذلك تعاونيه ديال تكوين الجبن فروماجري. حتى الفرماج ولات المراه كتصوب هنايا، الموزاريلا والفرماج واللبن والجبن كتصوب في هذه التعاونيه. فالحمد لله اليوم ب 10 ديال التعاونيات وصلنا ليها بجهد الله وبجهد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وبجهد السيد العامل ديال الفداء اللي هو كمواكب هذا المركز وبالمساعده ديال والتكوين ديال القسم العمل الاجتماعي كذلك. ماشي تشكرني انا اللي غنشكركم، لان نتوما اللي بديتوا ديك الحاله وانتوما اللي جبتوها لينا. فاحنا كنشكركم لان كتبداو العمل نتوما كتبداوه، وانتوما اللي كتجيبوها لينا ديك الحاله ديك الطفله او داك الطفل، وكتجيبوها لينا كصوت عداله وكمنابر اعلاميه اللي كتحس بالانسان في الشارع. شحال من يعني انا كنشوف سيد عبد الكبير وانت كذلك كتجيو كتلقاو مراه ولا هذا كتسجلوها ما كتخليوهاش في الزنقه، كتجيبوها لينا. فاحنا الواجب ديالنا ان نكملوا العمل ديالكم كما كنكملوا العمل ديال قضاه الاحداث، العمل ديال وكلاء الملك، عمل ديال السلطه، لان ما كتلقى مراه في الزنقه وتخليها في الزنقه تدوز تصور معاها وتمشي، الضمير ديالك ما يعطيك شيء. فكتجيبها كتجيبوها لينا الحمد لله، هذا الواجب ديالنا ان نخدموا عليها، وراك شتي النتيجه الحمد لله. شكرا. حنا هنايا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للتعاونيات، احتفالا بالتعاونيات اللي شركه ولا اللي استفدت من في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، نظمنا بشراكه مع جمعيه مفتاح وحلول والسونتر دارنا هاد 3 ايام ديال الابواب المفتوحه في اطار التعريف ديال هاد التعاونيات وبالمنتوجات ديالهم وبالخدمات اللي كيقدموها. وللعلم فان المركز ديال سانتر دارنا فهو لفائده النساء في وضعيه صعبه اللي كتشرف عليه جمعيه مفتاح وحلول بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وزاره التعليم، التعاون الوطني ايضا، في اطار التكوين والدمج ديال الفتيات في وضعيه صعبه والنساء في وضعيه صعبه، واللي من مر هاد التكاوين اللي كيتلقاوها هاد المستفيدات كيتم التاثير ديالهم في اطار التعاونيات باش نقدروا نديروا لهم واحد الدمج في المجتمع، الدمج سوسيو اقتصادي، واللي باش يضمنوا واحد المصدر الرزق ديالهم، مصدر العيش الكريم. تقريبا هنا عبوا العدد شحال ديال البنات اللي استافدوا في هذا النشاط هذا؟ كاين واحد العدد كثير ولا قليل؟ واش غير الابناء ديال المدرسه ديال مرسلطان ولا
مختلف المغرب بصفه عامه؟ بالنسبه للبرنامج فهو في عماله الفدا مرسل السلطان، فهو كيهم الساكنه ديال العماله ديال الفدا مرسل السلطان، يعني جميع الفتيات اللي كيستافدوا في هذا المركز او لا الساكنه المجاوره للمركز او اللي تابعه لعمله مقاطعه الفدا مرسل السلطان اللي استفدت من التكوينات المقدمه من طرف مركز دارنا واللي بغات تدمج في اطار تعاونيات، فهي كتستافد من البرنامج باش كتقدر تنطلق اللي كتعطيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه 60% ديال الدعم في اطار البرنامج الثالث اللي هو برنامج الدمج السوق-اقتصادي للشباب محور الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وفي هذا الاطار هذا كتاخذ المعدات او الالات اللي غتحتاج ليها التعاونيه ديالها باش تقدر انها تخدم المنتوج ديالها وهذيك لا فورماسيون توظفها وتخدم بها وتعيش بها بشكل بطريقه كريمه ودمجها في المجتمع. بالنسبه للشباب اللي باغي يستافد من الدمج السوسيو اقتصادي في اطار البرنامج الثالث، عندنا منصات الشباب وراه كانوا لي ريبريزونطون ديالهم معنا ديال بالنسبه للمقدمي الخدمات في اطار المنصه اللي كاينه في الباهيه في شارع محمد السادس، يجيو للمنصه ويتسجلوا عندنا الا كانوا محتاجين، وكانوا نساء اللي داخلين في اطار ديال المستفيدين من هذا المركز وخصهم تكوينات، فكنوجهوهم للمركز باش ياخذوا التكوين ومن بعد كيتشتغل معاهم في اطار الدمج. سينو كاين عندنا ثلاث المحاور اللي كنشتغلوا فيها في اطار البرنامج الثالث، عندنا برنامج التشغيل، برنامج رياده الاعمال، وبرنامج المحور عفوا الاقتصاد الاجتماعي التضامني، حيت كاين من غير التأطير في اطار التعاونيات فكاين اللي كيبغي يدير مشروع ديالو فردي بوحديته، يا اما شركه او لا مع شي صاحبو غير واحد، حيت كما كتعرفوا التعاونيات خاص على الاقل خمسه ديال الاشخاص، وكاين تعاونيات كاين قانون خاص بالتعاونيات اللي حاولنا ضيق في هذه الابواب المفتوحه اننا تا هو نعرفوا به باش التعاونيات اللي مستافده عندنا من خلال الحملات التحسيسيه اللي كنديروا لهم او التكوين اللي كنديروا لهم في اطار منصه الشباب باش يعرفوا القوانين اللي كتهم التعاونيات.